خلينا ننتقل إلى الملف الأول للنقاش للحديث عن انطلاق فعاليات الأسبوع العلمي الأسبوع عقول العلمية الرياضي في سطيف هذا الأحد. وللحديث إذن عن هذا الموضوع ينضم إلينا عميد جامعة سطيف الأستاذ الهادي الأطرش. أهلا بك أستاذ الأطرش. أهلا بك يا سيدتي الكريمة، السلام عليكم، صباحكم بالخير والمستمعين والمشاهدين. إذن شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية أستاذ، يعني ربما هل من تفاصيل أكثر حول هذه أو حول هذا الأسبوع العلمي الذي سيفتتح إذن هذا الأحد؟ بعد التحية سيدتي الكريمة، الأسبوع العلمي هو من تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويا في موسم الربيع في شهر ماي بالضبط. هذه الطبعة الثانية نتاعو بعد الطبعة الأولى التي تم إجراؤها في السنة الماضية بجامعة الجزائر. اليوم نعيش الطبعة الثانية. المنتظر منه والهدف منه هو إظهار، هو تشجيع، هو الدفع للابتكار ولوضع تحت المجهر ما يقوم به الجامعيون من مؤسسات، من أعمال طلبة، من مراكز بحث وفرق البحث، من ابتكارات في ميادين محددة. الميدان نتاع العام نتاع السنة والمحاور نتاع العام هذا هي تدور حول الأولويات الثلاثة المعلن عينها من طرف الدولة. نعم، سنعود للحديث عن عن هذه النقاط الثلاثة. ربما فقط لو تستطيع أن تقول لنا يعني ما الجديد في هذه الطبعة؟ الجديد في هذه الطبعة هي بعد مثل ما كان العام اللي فات من فعاليات، من محاضرات، من نشاطات نتاع العروض، الجديد في هذه الطبعة هو أنه فيه نشاطات رياضية نتاع الطلبة اللي تكون عبر نهائيات نتاع في بعض الأنواع تاع الرياضة الجماعية والفردية. وكان من قبل تصفيات اللي شارك فيها أكثر من 39 ألف طالب عبر الوطن. هناك فعاليات اللي كذلك مسابقة اللي شاركوا فيها العديد مئات من الإقامات الجامعية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين، عن أحسن إقامة جامعية لتستقبل الطلبة في الجزائر. هناك مسابقة كذلك وترتيب أول مرة منذ الاستقلال تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتيب وطني للجامعات والمؤسسات الجامعية اللي يعتمد على المعايير الدولية إن شاء الله، باش يكون عندنا ترتيب اللي يظهر الامتيازات والقدرات نتاع المؤسسات إن شاء الله. نعم، ربما يعني ما الهدف من هكذا مبادرات، يعني خاصة وأن هذه الطبعة لبلاسي سولتام الأمن الغذائي والطاقوي وأيضا صحة المواطن؟ شكرا لكم. الهدف هو بصفة عامة هو أننا نظهر باللي الجامعة الجزائرية ماهيش راكضة، ماهيش ناعسة، وبالعكس من أنه فيه أعمال كثيرة اللي تجرى ونتائج كبيرة اللي موجودة في مختلف أنواع المؤسسات، جامعات ومراكز بحث كما كنت نقول. الهدف منها هو إظهار روح التنافس والمنافسة اللي باش يكونوا في الأمام، خاطرش سواء في الأعمال تاع الرياضة كما كنت نقول وإلا في العروض والمحاضرات، هناك العديد العديد الكثير من اللي قدموا اقتراحات وكانت فيه اختيارات باش نقيو اللي يكونوا حاضرين في الأسبوع العلمي. الهدف هو كذلك غرس روح التنافس للطريق نحو الامتياز وإظهار أن الجامعة الجزائرية تهتم للمحاور الأساسية وذات الأولوية نتاع البلاد، وأن الجامعة والبحث يعيشون ويرافقون الاهتمامات الوطنية من أجل تحقيق التنمية والتنمية المستدامة إن شاء الله. نعم، لكن كيف يستفيد ربما الطالب من هكذا مبادرات؟ الطالب يستفيد من هذه المبادرات أولا هي تجرى في أوساط جامعية،
مدينة سطيف فيها عدة مؤسسات جمعية، وحنا بعثنا دعوة للعديد من المؤسسات اللي مادا بيهم يجيبوا لنا زائرين زوار اللي يجيو للجامعة ويزوروا ما هو يجرى، وكذلك الترويج لإظهار لبعث وغرس روح الإبداع العلمي والاهتمام لمواضيع ذات فائدة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية بتاع الوطن. مادا بينا نغرس روح التنافس وروح الامتياز، وكذلك روح التعايش ومرافقة الأولويات نتاع العلم في العالم نتاع المرئية العالمية نتاع المؤسسات، وكذلك باش نغرسوا هذه الثقافة نتاع التكوين ذو فائدة على المجتمع اللي يتماشى مع الحاجات نتاع المجتمع والبحوث العلمية، المواضيع نتاع البحث اللي تتماشى كذلك مع الاحتياجات نتاع المجتمع إن شاء الله. نعم سيد الدكتور، ربما هناك من لا يستطيع الحضور، يعني كيف يمكن للطلبة متابعة فعاليات الأسبوع العلمي الرياضي؟ هو احنا سوف نسجل كل الفعاليات بتاع هذا الأسبوع، هذا إن شاء الله يكون تسجيل، وسوف يكون بث عن قنوات نتاع الجامعات، مختلف الجامعات، هي أفلام التي سوف توزع على المؤسسات، وإن شاء الله كل من له رغبة، وإن شاء الله يكونوا مئات الآلاف اللي عندهم رغبة باش يعيشوا الحدث. الحدث سوف يدوم أسبوع، والنتائج تاعو والفعاليات والجودة نتاع المداخلات اللي راحين يشاركوا فيها الناس ذوي قيمة علمية وخبرة كبيرة، اللي راح تغرس هذا الروح نتاع الاهتمام لما سوف يجري. احنا حتى في سطيف احنا دعونا حتى المديرية نتاع التربية الوطنية باش تجيب لنا تلاميذ نتاع المدارس الابتدائية والثانوية والإكماليات باش يجيو يزوروا إن شاء الله، باش يشوفوا ما هو موجود وتعطيهم هذيك الرغبة باش يسألوا باش يشاركوا باش يشوفوا إن شاء الله النتائج باللي راهي ممكنة وباللي راهي في متناولهم إن كانت لهم الإرادة، ويكتبنا لهم الإرادة إن شاء الله. هما كذلك نعم ربما، لكن هل تم ربما استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ربما لبث مباشر عن بعد أو؟ سوف تكون حاضرة معنا طوال الأسبوع قنوات تلفزيونية عدة، منها القناة الوطنية اللي راح تقوم بالتسجيلات وتغطية كاملة لهذه الفعاليات، وكذلك قناة المعرفة وقناة تربية بسي الكنال الجيلي مثلا، هادو من بين اللي جاوني في دماغي. الصحافة المكتوبة سوف تكون حاضرة معنا، وهناك مركز للتواصل سوف يكون منظم ان سونتر دو بريس اللي يكون فيه المتابعة اليومية لأشغال لأفعال فعاليات هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم، نعود للحديث عن إذن عن هذا الأسبوع العلمي الرياضي الذي سيفتتح في سطيف إذن لتذكير هذا الأحد. ربما لو تحدثنا أكثر عن المسابقة الوطنية أطروحت في 180 ثانية التي ستكون لفائدة الدكاترة الذين ناقشوا أطروحات الدكتوراه في إحدى المؤسسات الجامعية في الجزائر خلال السنة السابقة. بارك الله فيك. أطروحتي في 180 ثانية هي نوع من المسابقات العلمية اللي هي موجودة فيه مسابقات دولية. في بلادنا الجزائر هذه الدورة الثانية، الطبعة الثانية نتاعها، وإن شاء الله تتغرس. أطروحتي في 180 ثانية يعني الطالب اللي ناقش الدكتوراه نتاعو وخدا 4 سنوات ولا 5 ولا وقدم الأعمال نتاعو يتسابق وعنده 180 ثانية يعني 3 دقائق لا أكثر لتقديم الأعمال نتاعو وإقناع المختصين والغير مختصين. الطالب يكون متمكن من أدوات التواصل
ومن نعم كما نقولوا الماركتينغ، من الادوات نتاع التسويق نتاع الاعمال نتاعو باش يقنع المتعاملين اللي معاه. يقدم العمل نتاعو وعنده نعم القوة باش تاع الإقناع هذيك. 180 ثانية هي مسابقة هائلة، فيها واحدة الروح تاع التنافس هائل، وسوف تكون تنظم إن شاء الله في يوم السبت، النهائية تاعها يوم السبت 21 ماي في المدرج تحت الأضواء تحت الكاميرات وكذلك، يعني سوف يكون موعد رائع إن شاء الله، فيه جودة وفيه روح تاع مسابقة هائلة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. ربما كلمة أخيرة سيد الأطرش. بارك الله فيكم. أنا أبارك في مثل هذه اللقاءات، أشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها وعلى روح التنظيم والتشجيع هذه الأعمال التي ليس لها بعد إلا ترويج ما هو إيجابي، للتشجيع الإيجابي، لتشجيع روح التنافس وروح الامتياز، ولإظهار الأعمال التي تجرى على مستوى المؤسسات الجمعية عبر الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، عروض علمية ومنتجات ذات فائدة مباشرة مع مواضيع مختلفة من سنة إلى سنة. العام اللي فات كانت الرقميات والترقيم، العام نتاع السنة راهي الأمن، 3 محاور تاع الأمن الصناعي الطاقوي والغذائي والصحة تاع المواطن، والعام نعم الجاي سوف تكون مواضيع أخرى إن شاء الله. هي لازم نشجعوها على خاطر فيها فائدة كبيرة لإظهار هذا البعد التنافسي، وكذلك لوضع المجهر باش الأعمال الجامعة تاع الجزائر، جامعة الجزائر، تولي عندها مقروئية ومرئية عالمية إن شاء الله. ونقولوا باللي احنا تاني رانا عندنا ما نظهره وما يفيد الوطن والإنسانية جمعاء إن شاء الله. نعم فقط هناك أريد الإشارة إلى موضوع أستاذ الأطرش قبل الختام. يعني كنا تابعنا في تقرير الزميلة هاجر زليلف أن تفكير الطلبة اليوم، الطلبة الجامعيون، مختلف عن سابقه. يعني أصبحوا اليوم يفكرون في إنشاء مؤسسات ناشئة أثناء وحتى بعد تخرجهم، يعني للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني. بارك الله فيك، بارك الله فيك، لأنه التوجهات عبر التوجهات العالمية من الجانب نتاع خريجي المؤسسات الجمعية، وكذلك من جانب إحياء الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الوطني يندرج في هذا، كذلك يستجيب لبعض المؤشرات، هي أنه المؤسسات الصغيرة والمصغرة عندها دور أساسي في إنشاء الثروة عبر العالم، وفي بلادنا هو كذلك عنده مجالات كثيرة وكثيرة، وهناك إمكانيات مازالت كثيرة وعظيمة. إذا الطلبة في كل المؤسسات أصبحت المؤسسة الجامعية تساعد وترافق وتغرس ثقافة إنشاء المؤسسة المبدعة والمؤسسة الصغيرة. في كل المؤسسات الجامعية كاين فيها رغبة، وهناك أكثر من 45 مؤسسة اللي عندها مراكز نتاع مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمبدعة، ما نسميوها لي زانكوباتور ولا نعم الحاضنات المؤسسات، وغرس هذا البعد الجديد حتى في المرافقة، في إعطاء الكفاءات، دوني دي كومبيتونس. ماذا بينا الطالب كما يخرج يكون عنده رخصة في نعم الرقميات وفي إنشاء المؤسسة وفي الحساب المالي، وفي كما واحد اللي عنده رخصة تاع السياقة، واحد تاني يخرج نعم من الجامعة يكون عنده لي كومبيتونس نوميريك، كيفاش يمشي نعم الأدوات الرقمية، كيفاش يمشي الأدوات تاع التسويق إلى آخره، كل ما يلزم للطالب الخريج اللي راح يتخرج من نعم الجامعة ولا حتى اللي يتخرج، باش يكون عنده الكفاءات اللي تسمح له باش ينشأ مؤسسة
ويكون المؤسسة قائمة على نعم قواعد سليمة باش تروح البعيد إن شاء الله ويساهموا. إن إحنا شاء الله. المبدأ إنه اللي يخرج من الجامعة ماذا بينا هو اللي يخدم الناس ومش هو اللي يحوس على الخدمة. نعم إذا هذه ولات بدأت تظهر بقوة إن شاء الله، نعم وسوف نتابعها وندعمها إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذا السيد الهادي الطرش عميد جامعة سطيف، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه التفاصيل، وكل التوفيق في فعالية الأسبوع العلمي الرياضي. الآن